السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله أنا جايلكم بوصفة الاتنين بإذن الله. وصفة هناخدها على الريق، وإن شاء الله وصفة هناخدها قبل الغداء. الوصفة اللي هناخدها على الريق ديت ده عشان تنزل معانا الدهون ومتخليش أي أثر للدهون تماما، تمام؟ فإن شاء الله هتجيب معاكي نتيجة كويسة جدا، وتنزل معاكي الوزن بطريقة كويسة جدا جدا. اما الوصفه اللي انا هحضرها معاكم دلوقتي ديت ده ان شاء الله هناخدها قبل الغدا، وهقول لكم برده ليه احنا هناخدها قبل الغدا، تمام؟ عشان لو احنا مثلا كان وجبه دسمه ولا حاجه فيها دهون فيها اي حاجه، ده ان شاء الله هتنزل الدهون وهتسيحها وهتحرق معاك الدهون بطريقه كويسه جدا، تمام؟ يلا كده نسمي الله ونضغط لايك للفيديو. عايزه لايكات كتير للفيديو، شيروا الفيديو بقى مع اصحابكم وكل اللي انتوا تعرفوهم على اساس ان الناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا دي، تمام؟ واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصله كل جديد. واللي شارك يا جماعه يكتب لي تم علشان ان شاء الله اعرف حبايبي كل اللي بيشاروا الفيديوهات بتاعتي. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. ودلوقتي بقى هنبتدي بالوصفه اللي هي ان شاء الله هناخدها قبل الغد. ليه؟ علشان تجيب معانا نتيجه كويسه جدا ونقدر ناكل براحتنا كل اللي احنا عايزينه، بس مش نفتحها بقى على البحر يا جماعه وناكل كل اللي احنا عايزينه، حلويات ودهون وكربوهيدرات والحاجات دي كلها. لا، احنا ناكل كل اللي احنا عايزينه بس بكميات قليله جدا. كل اللي في نفسكم، بس يا ريت نقلل الكميه شويه. ممكن الوجبه اللي انت تاكلها ديت ممكن تاكليها على مرتين ثلاثه، يعني كل ساعه مثلا تاكلي كميه بسيطه. مش لازم ناكل الوجبه يا جماعه يعني وجبه تبقى وجبه يعني من اللي هي، لا، تقسموا الوجبات على فترات، تمام؟ ما ناكلش اول لغايه ما نشبع، لا، يعني كلي وقومي يعني تحسي ان انت خفيفه كده، كلي حاجات بسيطه كده وارجعي بعد ساعه بعد ساعتين ارجعي كلي تاني، مفيش فيها اي مشكله خالص. يعني احنا مثلا بناكل 3 وجبات، فطار غدا عشاء، انت ممكن تعمليهم على 5 وجبات، تمام؟ بالطريقه دي هتحسي ان انت جسمك بدأ ان هو ينزل معاكي وينزل فعلا من النص. بالطريقه اللي احنا ان شاء الله هنعملها ديت مع الوصفات بتاعتنا دي، ده ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. يعني انا دلوقتي يا جماعه ما بقولكوش اعملوا رجيم ولا اعملوا اي حاجه، انا بقولكوا كل اللي في نفسكم، كل حاجه بس على وجبات. يعني هقولك ممكن تاكلي الوجبه مع الكوبايه ديت، ده ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه ممتازه جدا، هتنزل معاكي الوزن ان شاء الله للنص. وعن تجربه، وهتكتبي لي باذن الله في الكومنتات وتقولوا لي فعلا التجربه بتاعتي او الوصفه بتاعتي فعلا جابت معاكي نتيجه كويسه جدا، زي ما في ناس كتير كتبت لي. وانا فعلا ببقى مبسوطه لما حد يقول لي الوصفه بتاعتك جابت معايا نتيجه، ده يا جماعه والله ببقى يعني مبسوطه وسعيده جدا، تمام؟ تعالوا بقى نبدا كده الوصفه بتاعتي. اول حاجه هقول لكم ايه الكمون. انا معيش يعني كمون ناعم ولا حاجه، هبدا الوصفه بتاعتي بمعلقه كمون بس. هعمل الكوبايه بتاعت النهارده ان شاء الله بالكمون الخشن، لو انت عندك اللي هو المطحون بيكون افضل واحسن، بس نصيحه مني جيبيه واطحنيه انت على ايدك، ما تجيبوش اللي هو بالشارع جاهز من عند العطار، لان بيبقى فيه اضافات بيضيفوها عليها وهي ما بتبقاش مستحقه. ده كده يا جماعه انا حطيت معلقه كبيره اهيت من بتاعه الشاي كمون حصى. لو عندك ناعم حط نص معلقه بس، ده هيكون احسن وافضل. النهارده ان شاء الله انا متعمده ان انا اجيب لكم الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده ديت مكونات من قلب مطبخك من قلب بيتك، على اساس ان هي تبقى سهله معاكي وتجيب معاكي نتيجه كويسه، تمام كده؟ انا كده حطيت اول مكون. تاني مكون اللي هو النعناع. ده نعناع يا جماعه اللي هو المجفف، لو عندك اللي هو الاخضر ده بيكون احسن وافضل. يبقى النعناع عندنا يا جماعه، النعناع ده كويس جدا في عمليه الحرق. ليه؟ لانه فيه مواد مضاده للاكسده وده بيساعد في عمليه الحرق كويس جدا. الكمون ده كويس برده ان هو بينزل معاك الوزن، بيريح القولون، ما بيخليش فيه اي تكتلات اي تحكرات في القولون، بينزل كل الحاجات ديت. يعني معنى اصح الوصفه هتبقى معاكي مضمونه وكويسه، وهتبقى كمان ان انت تاخدها قبل الغدا على اساس لو انت اتغديتي ولا حاجه، ده على طول يعني ما بيخليش فيه بقى يعني تكتلات في القولون او اي حاجات في المعده، لا، ده بيريح المعده وبيريح القولون، تمام؟ طيب دلوقتي كده انا معايا المايه المغليه اهيت، بالشكل ده كده على الكمون والنعناع. وهبدا دلوقتي ان انا اقلب المكونات بتوعي. ده كده خلصت اهوت. بعد كده انا معايا ليمونه بالشكل ده كده، اما تقطعها شرايح وتحطها في قلب الكوبايه، يا اما تعصريها زي ما انا هعصرها كده دلوقتي.
الافضل كمان لما يعني نستنى كده لما الكوبايه تهدى معانا وتبرد، وبعد كده نحط نعصر الليمون. تمام، ده النص التاني اهوت. انا حطيت ليمونه كامله عشان الليمون عندي صغير شويه. ده كده دلوقتي يا جماعه الكوبايه دي اصبحت ان هي تكون جاهزه معايا. بغطيها بقى لغايه ما تبرد كده. حتى لو انتم ملاحظين ان انا يعني عامل زي ما يكون بدأ ان هو يخضر معايا بالشكل ده كده. تمام، ده كده يا جماعه الكوبايه دلوقتي اصبحت ان هي جاهزه معايا. طيب هناخدها امتى وكم مره؟ ده ان شاء الله يا جماعه هناخدها قبل الغدا بنص ساعه، وقبل العشاء برضو بنص ساعه، يعني هناخدها مرتين في اليوم. تمام، بس قبل كل دوت بسيبها كده 10 دقايق وبغطي عليها لغايه ما تهدى معايا خالص. بعد كده بصفيها وبشربها اكنك انا بشرب، يعني اكن انا بشرب كوبايه شاي عاديه خالص. تمام، هي طبعا كده كده الطعم بتاعها كويس جدا، مش وحش ولا حاجه، بس في ناس ممكن ما تقدرش ان هي تقبل الطعم بتاعها. هقول لك حطي عليها معلقه او نص معلقه عسل نحل، ده هتبقى كويس جدا. تمام، ده كده خلاص جهزت معايا اهي وخلصناها. بس هقول لكم على معلومه بسيطه جدا. بصوا يا جماعه بقى، الناس اللي هي عايزه تحط سكر بلاش تحط سكر خالص ولا سكر دايت كمان. يعني انت لو انت اضطريتي ان انت تحطي علشان تحليها وتغير الطعم بتاعك، حط عسل بس، اكتر من كده ما تحطيش، والافضل ان انت ما تحطيش كمان، بس لو انت مش متقبلها حط العسل. تمام، ده كده خلصت اول وصفه. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض تاني وصفه. تاني وصفه دي يا جماعه ان شاء الله اللي وصل معايا للمقطع دوت ومحطش لايك يا ريت يحط لايك ويتابع معايا الفيديو. تمام، انا معايا كوبايه ميه ساقعه اهيت، يعني لو انتم ملاحظين كوبايه ساقعه مشبره جايباها من التلاجه، ده افضل حاجه وتبقى كويسه جدا. على فكره الميه الساقعه يا جماعه ده حلو جدا في التخسيس. دلوقتي انا هقول لكم على طريقتين اتنين. الطريقه الاولانيه اما تاخدي الكوبايه ديت وهقول لك تاخديها ازاي، يا اما الطريقه التانيه تاخدي كوبايه ميه دافيه وعليها عصره ليمونه ومعلقه عسل نحل، ده افضل واحسن حاجه ان انت تاخديها على الريق. طيب دلوقتي طبعا ان شاء الله يعني خلي بالكم يا جماعه الطريقتين اللي انا بقول لكم عليهم دلوقتي دولت هينزلوا الوزن معاك بطريقه كويسه جدا، خلاف كده كمان ان هو هيزود معاك معدل الحرق طول اليوم، يعني طول اليوم الكوبايه دي هتزود معاكي معدل الحرق. تمام، يبقى انا قلت لكم على الطريقه الاولانيه اللي هي ميه دافيه بليمون بعسل، دي تاخديها على الريق، ده هتبقى كويسه جدا وهتجيب معاك نتيجه ممتازه. تاني حاجه بقى ان شاء الله اللي هي الكوبايه ديت اللي هقول لكم عليها ده يا جماعه برده، ده بتتاخد على الريق بس، اللي هي ميه بقى اللي ساقعه، لا ميه من الحنفيه ولا هي ميه دافيه، الميه دي انا جايباها ساقعه كده من التلاجة، ده تبقى كويسه قوي. هقول لكم على حاجه برضو يا جماعه، الناس اللي هي بتتحسس يعني من الليمون وعندها مشاكل في المعده بتتحسس من الخل والليمون، تبعد عن الطريقه ديت، ويا ريت كمان يبقى احسن وافضل الحوامل واللي بيرضعهم بلاش ياخدوا الوصفات اللي احنا عملناها النهارده ديت. تمام، فتعالوا بقى كده نشوف مع بعض. انا معايا اللي خل التفاح اهوت، ده كده انا هاخد منهم معلقه واحده بس على الكوبايه دي. محدش يا جماعه يقول لي خل التفاح وحش وممكن بيعمل حاجات، لا خل التفاح ده يمكن هقول لكم دكاتره كمان بوصفوه. هاخد بس معلقه واحده اهيت من خل التفاح، معلقه واحده بس مش هكتر، وبحطها على الكوبايه بتاعتي كده اهو بالشكل ده كده وبشرب. لو انت جيتي تشربي الكوبايه ديت مش هتلاقيها مقصره باي حاجه خالص في كوبايه الميه، يعني سهل ان انت تاخديها، مش هتعمل لك بقى لا حموضه ولا هتعمل لك هتبقى مدرسه ولا حاجه، لا دي يا جماعه ده هتبقى احسن حاجه ان انت تاخديها على الريق. الخل دوت بيفتت الدهون، بيزود معدل الحرق، بينزل معاك الوزن بطريقه كويسه جدا. طيب انا هقول لك خدي الكوبايه ديت واشربيها واقعدي وكلي واقعدي، لا لازم تتحركي تعملي رياضه تتمشي. لو انت مثلا ما بتروحيش جيم ما بتروحيش حاجه، حاولي ان انت تتمشي في البيت، اعملي شغل البيت. مثلا يعني حاولي حتى تتمشي في الشقه، يعني هو يعني يعتبر ما فيش خروج الايام دي ولا حاجه علشان طبعا كورونا والكلام ده كلته، حاولي ان انت تتمشي في الشقه رايحه جايه كده. تمام، بس هقول لكم على ملحوظه اخيره، الناس يا جماعه اللي ممكن تحط معلقه عسل ولا حاجه على الخل ديت، لا بلاش، علشان الخل ما يتفاعلش مع العسل. تمام، خل مع عسل ده غلط، يا اما تشربها كده يا اما تمنع الخل خالص وتحط عليها معلقه عسل مع كوبايه ميه دافيه، ده بيبقى احسن حاجه ان انت ممكن تعمليها. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. الوصفتين اللي احنا عملناهم كويسين والاتنين احسن من بعض.
اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.